بما ان احنا تحدثنا خارج الـ الـ يعني خارج الكلمه، عايز اقول برضو للشعب المصري انا شايف ان هو طبعا قلق، وقلقوا من مسار مفاوضات سد النهضه الاثيوبي. انا شايف ان احنا خلال سنوات طويله جدا كنا حريصين على التعامل في هذا الموضوع من خلال التفاهم، من خلال التفاوض، وما زلنا متحركين في هذا الاتجاه. اللي انا عايز اقوله في النقطه دي، عندما تحركنا الى مجلس الامن ولاعطائه ملف سد النهضه، هو الحرص مننا على ان دايما ان ناخد المسار الدبلوماسي والسياسي حتى نهايته. وباكد مش للشعب المصري، للشعب الأثيوبي. أنا تحدثت معكم للشعب الأثيوبي في البرلمان منذ تقريبا 5 سنوات، وقلت نحن نقدر التنمية في أثيوبيا، وأيضا يجب أن تقدروا الحياة في مصر، ووضعنا أساس أن لا ضرر ولا ضرار لبعضنا البعض. أرجو أن احنا الرسالة دي تصل لكل الشعب الأثيوبي وللقيادة الأثيوبية. احنا محتاجين نتحرك بقوة من أجل إنهاء المفاوضات والوصول إلى اتفاق لإبراز إمكانياتنا كدول عاقلة ورشيدة في التعامل مع أزماتها والوصول إلى حلول تحقق المصلحة للجميع. شكرا جزيلا.